بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة أدهم خطاب من القنوات القوية على اليوتيوب واللي بتقدم محتوى مفيد. أنا هسيب الشيخ معاكم يقدم نفسه، وكمان هنسمع مقطع قراءة مرئية لأول مرة، قراءة مرئية على يعني ما نستأذن من حضرته في لقاء خاص ننتفع به ونستفيد منه والدال على الخير كفاعله. يا ريت احبابنا اللي معانا على القناه يشتركوا في قناه ادهم خطاب، فيها افاده ان شاء الله للجميع. هسيبكم مع الشيخ فليتفضل. مشكورا. لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. نصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الخلق اجمعين، عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. ثم بعد، أيها الإخوة الأحباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لحسن تفاعلكم معنا، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، القارئ والسامع، وربنا يجعل هذه القناة إن شاء الله قناة يعني عونا للمسلمين على سماع القرآن ومحبة القرآن والتفاعل مع القرآن والعمل بالقرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأشكركم جميعا على التفاعل وعلى الدعاء بالتوفيق وعلى الانتظار. فإن شاء الله رب العالمين هنبدأ القناة يعني ببعض الحاجات كده البسيطة اللي احنا بدأنا نسجلها، وإن شاء الله مع الوقت طبعا بعد فترة معينة من الزمن هنكون طبعا سجلنا أكتر، وإن شاء الله تنزل التسجيلات بتاعتنا تباعا. فجزاكم الله خيرا للمتابعة وجزاكم الله خيرا للاهتمام، وبارك الله فيكم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. اخوكم ادهم خطاب، السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين.